السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المدرس عبد الباقي من موقع منهاجي التعليمي، طبعا مدرس لغة إنجليزية. هذه الدروس تستهدف الطلاب العرب المقيمين في تركيا وفق المنهاج التركي. طبعا اليوم سنبدأ في درس من دروس الدرس الأول من الصف السادس، المرحلة الابتدائية، جريد 6، الصف السادس، يونيت 6، يونيت 1، عفوا يونيت 1، الوحدة الأولى، بيج 10 and 11، الصفحة العاشرة والحادية عشرة. لنبدأ بعون الله تعالى. طبعا في عنا التي صنف انجليزي درس ماتيريالي، ده هذا الكتاب الماتيريالي انجليزي ماتيريالي. طبعا لنبدأ الآن، هدول عبارة عن تحصيل حاصل. نعم، في عنا هون محتويات الكتاب الكونتينتس. ينقسم الكتاب إلى حوالي 12 وحدة دراسية. تبدأ بالوحدة الأولى، يونيت 1. يونيت 1 عنوان الوحدة الأولى، Who are you؟ من أنت؟ Who are you؟ من أنت؟ يونيت 2، Lifestyle، نمط الحياة. Lifestyle، نمط الحياة. يونيت 3، الوحدة الثالثة، Permission، Permission، السماح. يونيت 4، Now and these days، الآن وهذه الأيام. طبعا الوحدة الخامسة، يونيت 5، let's compare، let's compare، دعنا نقارن. يونيت 6، habits، habits، عادات، habits، عادات. طبعا راح نمر عليها مرور الكرام، يعني بس مشان التوضيح، يعني نشوف شو موجود بمحتويات الكتاب مشان يعني يكون عندكم لمحة تعريفية عن الكتاب بشكل عام. طبعا هدول الأرقام 75، يعني مثلا هون في عنا 10 تبدأ الوحدة الأولى، 20 تبدأ الوحدة الثانية، 32 تبدأ الوحدة الثالثة، 45 تبدأ الوحدة الرابعة، وإلى آخره. طبعا نكمل. يونت 7، كايندنس، اللطف، اللطف، كايندنس. الوحدة الثامنة، هوليدايز، العطل، هوليدايز، العطل. يونت 9، الوحدة التاسعة، رولز، قواعد، رولز، قواعد. طبعا في عنا يونيت 10، suggestion، اقتراحات. الوحدة هون طبعا في عنا ورك بوك في مؤخرة الكتاب، عبارة عن كتاب عمل لكل وحدة موجودة. يمكن نحن نتدرب يعني في الدروس اللي أخذناها، نرجع للورك بوك ونشوف شو كان استيعابنا للوحدة، شو حفظنا كلمات، يعني في فراغات، في كلمات متقاطعة، و إلى آخره. طبعا آخر شيء بيجينا الليسنينج، هو دروس الاستماع، أكيد كلها معداي عليكم بالصف الرابع. طبعا لنبدأ. يونيت 1، Who are you؟ من أنت؟ Who are you؟ من أنت؟ طبعا هنا للتعريف عن النفس. يونيت ريدينج، قراءة. Answer the following questions، أجب عن الأسئلة التالية، أجب عن الأسئلة التالية. How do you greet people؟ How do you greet people؟ كيف تحيي الناس؟ هلا نحن بالنسبة للغتنا العربية نبدأ السلام بالسلام عليكم، مرحبا، كيف حالك، سررت بلقائك، يعني هذا نوع من أنواع التحيات. أما باللغة الإنجليزية فيناك تقول هاي، هيلو،
بعد ما تكمل مثلا عرفت عن نفسك قول له nice to meet you, nice to meet you too, how are you. طبعا انا حيطلكن هون قائمة لنراها سوية. هاي هون للسؤال طبعا. الإجابة عن هذا السؤال How do you greet people؟ كيف تحيي الناس؟ في عنا هاي، هيلو، هاو ار يو، نايس تو ميت يو، هذه كلها تعبر عن التحية. السؤال الثاني How do you introduce yourself؟ طبعا هذا السؤال very important، يعني جدا مهم. هذا السؤال ممكن يصادفك كتير في حياتك اليومية وكتير بتسمع فيه مستقبلا ان شاء الله بالايام. How do you introduce yourself؟ كيف تعبر عن نفسك او كيف تعرف نفسك؟ هنا التعريف عن النفس طبعا اول شيء ببلش باسمي، مثلا I am احمد، I am محمد، I am فاطمة، I am سميرة. ونبدأ ايضا تذكر العمر وتذكر الهوبي هوايتك، تذكر المرحلة التعليمية اللي عم تدرس فيها، بتذكر عدة تفاصيل حياتية، يعني مثلا والدك، عمل الوالد، عمل الوالدي، يعني في تفاصيل عن حياتك بشكل مختصر، يعني بدك تسردها بشكل مختصر. طبعا انا حاط لكم هون مثال I am احمد، انا احمد، I am 13 years old، عمري 13 عاما، I am Syrian، انا سوري. I am a student in an elementary school، انا طالب في المرحلة الابتدائية. I like playing football. طبعا هون I am محمد الاسم، I am 13 years old، عمري 13 عاما، I am Syrian، انا سوري. I am a student، انا طالب، in an elementary school، I like playing football، this is hobby، هاي الهواية. طبعا هون استوفيت يعني بشكل مختصر عن سيرتي الشخصية. طبعا هاي جواب ل how can you introduce yourself، كيف تعبر او تعرف عن نفسك. The third question، السؤال الثالث What do you want to know about the people you meet؟ يعني ماذا What do you want، ماذا تريد to know، أن تعرف about the people، عن الناس you meet، الذين تقابلهم. ماذا تعرف، ماذا تريد أن تعرف عن الناس الذين تقابلهم؟ طبعا شو بتحب تعرف عن الشخص اللي بتقابله؟ طبعا اول شغله الاسم هذا المتعارف عليه، ثانيا شو بيشتغل، ثالثا شو هوايته، ثالثا شو بيدرس. طبعا شرحنا في البداية، فيكم كمان شو تقولوا I want to know about their names، عن اسمائهم، اريد ان اعرف عن اسمائهم، و ايدز اعمارهم، countries بلدانهم، jobs اعمالهم، and hobbies. It's okay until now، I hope so، امل ذلك. طبعا في عنا هون dialogue between two persons، عنا حوار بين شخصين اللي هو سينك ولوسي. طبعا سينك هو طالب جديد في المدرسة، جاي على المدرسة جديد. سينك دخل على المدرسة طبعا لساته جديد، يعني ما بيعرف داخل ملاك المدرسة شيء. طبعا دخل بالكاريدور، شاف لوسي، سألها عن المخبر، وين فينا يوجد المخبر. طبعا صار حديث بيناتهم للتعارف، لنقرأ سويا، لنبدأ به سوية. طبعا هون read the dialogue، اقرأ الحوار quickly بسرعة، and circle the information you find in it. read the dialogue، اقرأ الحوار quickly بسرعة، and circle، وضع دائرة المعلومات you find in it.
هلا هون في عنا، في عنا ضمن البوكس، ضمن هذا الصندوق، في عنا نيم الاسم، ايج هوبي، ايج العمر، هوبيز الهوايات، كونتري البلد، جوب اند كلاس. طبعا هلا هون انا بدي اقرا الديالوج، بعدين برجع بعود للبوكس بشوف انه مثلا مذكور الاسم، سال، نسال شيء بالنص عن العمر، نسال عن الهواي، نسال عن الكونتري، نسال عن العمل، او نسال عن الصف. طبعا نبدا بسينك. سينك، اكسكيوز مي، المعذره، اي ام لوكينج فور ذا لاب، انا ابحث عن المختبر. لاب مختبر يعني. طبعا في كلمة تانية laboratory، هوني مختصرينها طبعا كمان بتصير يعني اذا كتبتوها laboratory ايضا تأتي بمعنى مختبر. can you help me، عم بيقلها للوسي، can you help me، هل تستطيعين مساعدتي؟ oh of course، بالطبع، I'm also going there، انا ايضا ذاهبة لهناك، يعني رايحة على المخبر كمان هي. Are you new here، هل انت جديد هنا؟ طبعا شافته عم بيسألها، اكيد مبين انه جديد بالمدرسة. Are you new here، think yep، يعني معنى yeah yes، عم بيقول لها نعم، ابي اكد لها انه yep. I am Sink، أنا اسمي Sink. What's your name؟ What's your name؟ طبعا Sink قال أنا اسمي Sink. What's your name؟ ما اسمك؟ Lucy، I am Lucy. Nice to meet you، سررت بلقائك. How do you spell your name؟ كيف نهجئ اسمك؟ طبعا عم بيقول لها الحرف الأول C، الحرف الثاني E، الحرف الثالث N، الحرف الرابع K. لوسي هم I see، فهمت، نعم. Welcome to our school، أهلا وسهلا بك في مدرستنا. Think. Think، are you a student of science too، هل أنت طالبة علوم أيضا؟ لوسي، yes you are classmates، نعم نحن زملاء وأصدقاء دراسة، زملاء دراسة. Where are you from، Where are you from؟ من أين أنت؟ Think، I am from Turkey، أنا من تركيا. We moved here 2 weeks ago، We moved here 2 weeks ago، انتقلنا إلى هنا منذ أسبوعين. With my family، My parents started to book Chicago، أبقى إلا My parents، والدي بدأوا العمل في شيكاغو. شيكاغو طبعا مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، United States of America. Yes. Lucy، how nice، oh روعة، how nice، روعة. What do they do، ماذا يعملون؟ لوسي عم تسأل سينك شو بيشتغلوا أهلك. What do they do، ماذا يعملون؟ Sink، they work for an international company، they work for an international company، يعملون لصالح، they work for، يعملون، they هم يعملون for an international، لصالح شركة عالمية. طبعا لوسي، do you have any siblings، هل لديك أي أقارب؟ think، I have a sister، لدي أخت، and she is also in this school، كمان أكيد جاي معه جديدي على المدرسة. لديه أخت، and she is also أيضا in this school، في هذه المدرسة. Lucy، really، حقا، really، حقا. I have a brother، لدي أخ، he is in this school too، أيضا. Think، the lab is at the end of the corridor، طبعا بعد كل المحادثة لحتى بدون يوصلوا لهون، طبعا بعد ما تعرفوا على بعض
هون بلش يشير لها عن مكان المخبر. المختبر عفوا is at the end of corridor, في نهاية الكوريدور. I'll come later, سآتي لاحقا. I'll come later, سآتي لاحقا. Think, okay, thank you, see you there. Okay, حسنا, thank you, شكرا, see you there, أراك هناك. نعم أعزائي الطلاب, بعد ما انتهينا من قراءة الديالوج الحوار بين سينك ولوسي, طبعا هون هذا عبارة عن نص استيعاب نقرأه أكثر من مرة مشان نستوعب المحادثة. نص بسيط جدا طبعا, قرأناه وترجمناه. ما ننسى السؤال اللي هون, read the dialogue quickly and circle the information you find in it. طيب اقرأ الجدول بسرعة وضع دائرة أو ضع دائرة عن المعلومات you find it in it, طبعا في البوكس هذا. طبعا name الاسم, طبعا ذكر الاسم شيء بالحوار, سأل شيء عن الاسم أكيد. طبعا سينك سألها شو اسمك للوسي, ولوسي سألته كذلك الأمر عن اسمها. age العمر, طبعا ما صار سؤال عن العمر. اللي بيدقق النص وبيفهمه مزبوط بيعرف انه ما صار سؤال عن, طبعا نضع دائرة حول name. hobbies كذلك الأمر, لا يوجد شيء اسمه hobbies هنا. طبعا كانت المقابلة أول مرة ما تعمقوا بالحديث كتير. country طبعا أكيد أنا I am from Turkey, أنا من تركيا. نضع دائرة حول country البلد. job ذكر عمل, والدته ووالده بيعملوا بشركة for an international company, لصالح شركة دولي. class صف طبعا science, طبعا هاي حط لكم اياها انا بمدوني شرحنا هون ما في داعي لهون. طبعا في عنا هدول, في عنا التمرين exercise 1A و exercise IB, كذلك يعتمد على الفهم الاستيعابي لنص الحوار between Sink and Lucy, ما بين Sink ولوسي. طبعا read the dialogue, اقرأ الحوار again and answer واجب the following questions, الأسئلة التالية. Who is the new student? Who is the new student? من هو الطالب الجديد؟ مين الطالب الجديد يا ترى؟ بالاعتماد على النص, سينك أم لوسي؟ طبعا سينك هو الطالب الجديد. Where is he from? من أين هو؟ Where is he from? He is from Turkey. He is from Turkey. What is his class? شو دراسته؟ شو حصته؟ شو صفه؟ طبعا science, science العلوم. Are you a student of science too? Yes, we are classmates. طلعوا زملاء. Science علوم. Why is he in that city? لماذا هو في هذه, في تلك المدينة؟ Why is he in that city? Because طبعا هاي why جواب على سؤال why, الجواب يأتي ب because لأن, why لماذا, is he in that city, لماذا هو في تلك المدينة. because ليش, طبعا because his parents started to work in Chicago. طبعا ما بننسى
هون حل الاكسرسايز 1A. The new student is sink. الطالب الجديد هو sink. He is from Turkey. هو من تركيا. His class is science. دراسته is science علوم. Because his parents started to work in Chicago. لأن عائلته بدأت في العمل في شيكاغو. طبعا السؤال الذي يليه: Does he have any sisters or brothers? هل هو لديه أخوات أو أخوة؟ Brother, brothers. طبعا عنده. Think I have a sister and she's also in this school. نعم لدي أخت. He has sister. لديه أخت. طبعا هذا الجواب. Yes, he has a sister. لديه أخت. We can move to the next exercise. إلى التمرين الذي يليه. 1B. Exercise 1B. التمرين 1B. Read the dialogue. اقرأ الحوار again. مرة أخرى. And write T. ما بين قوسين true. يعني صح. Or F. False. خطأ. And NI. NI هنا اختصار لكلمتين. No information. لا معلومات. For the statements. للعبارات. طبعا هون في هذا التمرين. بالاعتماد على النص بدنا نضع إشارة صح أو خطأ أو نكتب true أو false أو ما في هيك معلومات بالنص. طبعا لوسي is the new student in the school. صح لوسي هي الطالبة الجديدة. لوسي is the new student in the school. لوسي هي الطالبة الجديدة في المدرسة. طبعا false. طبعا false. لماذا فولس؟ لأن الطالب الجديد هو سينك. نمبر 2. سينك is looking for the lab. سينك يبحث عن المختبر. صح ولا خطأ؟ أكيد true. true صح. نضع true في هذا الصندوق. They are 14 years old. عمرهم 14 عاما. ذكر شيء بالنص انه عمره 14 عام. طبعا ما في كلام من هالحكي لان ما ذكر بالنص الموجود. طبعا شو منحط اشارة؟ NI. No information. لا معلومات عن الموضوع. No information. The box number 3. No information. NI. Number 4. Sink's parents work. والدي sink work. هاي طبعا هاي الاس اس الملكي بتعود لسينكس. Sink's parents work. يعملون for an international company. يعملون لصالح شركة عالمي. صح ولا خطأ؟ صح. True. Lucy has a sister. لوسي عندها لديها أخت. هل لوسي لديها أخت؟ طبعا نتأكد. Think I have sister. She's also in this school. Really? I have a brother. He's in this school. طبعا لوسي عندها أخ وليس أخت. إذن خطأ. إذن نضع خطأ. False. أو إشارة F تكفي. Sink and Lucy siblings. Sink ولوسي siblings وأقارب. Lucy أقارب لوسي وSink are in the same class. في نفس الصف. هل أخت سينك وأخ لوسي في نفس الصف؟ نذكر شيء بهالنص؟ ما نذكر بالنص. إذن no
no information. طبعا فيكن تشوف الحل في المدونة. number one false خطأ, number two true, number three no information, number four true, number five false, number six n i no information. طبعا هنا answer the following questions, أجب عن الأسئلة التالية. How do you describe physical appearance of a person to others? كيف تصف الشكل الخارجي أو الشكل الفيزيائي of a person to others? Physical appearance يعني الظهور الجسدي, يعني مثلا طويل قصير, شعره طويل, عيونه خضر, عيونه زرق, اسمه physical appearance of a person to others. شخص هلا شلون توصف شخصية الشخص الفيزيائي to other أو الجسدية to others إلى الآخرين. طبعا إذا أنا بدي أوصف شخص مثلا, إذا بدي أوصف شخص ولا يكون مثلا صديقي محمود مثلا, شو بدي أقول هون؟ بدي أتحدث عن شكله الخارجي وليس الداخلي. طبعا he is tall, هو طويل. He is fat, سمين. Slim, ممكن يكون نحيف. He has blue eyes, لديه عيون زرقاوتان. And short dark hair, وشعر أسود قصير. تمام. بعد ما عرفنا ماذا هو الفيزيكال ابيرنس, المواصفات الجسدية, how do you describe personality of a person to other, كيف تصف شخصية شخص to the other, إلى to other, إلى الآخرين. كيف نوصف شخصية الشخص الداخلي, يعني مثلا إنسان مثلا خجول, إنسان nervous عصبي, هاي كلها صفات داخلية personality بتعبر عن الشخصية. personality أحمد مثلا, أنا بدي أحكي عن أحمد is a little bit shy, هو خجول بعض الشيء. ممكن تقولوا nervous, هو عصبي أيضا. هذه صفات داخلية تتعلق بالشخصية الداخلية للشخص. طبعا هنا read a dialogue, number two read a dialogue. How would you describe sink, كيف تصف sink. Write four adjectives in the blanks. طبعا بالاعتماد على هذا النص, هون اجت لوسي بعد ما قابلت sink ذهبت لتكلم رفاقها عن sink كونه طالب جديد في المدرسة. لوسي describe the new students, لوسي تصف الطالب الجديد. think to her classmates, إلى زملائها. before the lesson, قبل الدرس. هلأ لوسي, hey girls, مرحبا يا بنات. listen to the news, اسمعوا الأخبار, اصغوا إلى الأخبار. listen to the news, listen to the news. we have a new boy in our class, لدينا شاب أو ولد in our class, في صفنا. ماريا, really, حقا. what's his name, ما اسمه. his name is Sank, اسمه Sank. We met in the corridors, التقينا في الممرات.
He's from Turkey. إنه من تركيا. Rose طبعا روز رفيقتها الثالثي رفيقتها الثاني غير ماريا. روز Turkish guy فتى تركي. What does he look like؟ كيف يبدو؟ كيف يبدو؟ What does he look like؟ لوسي بلشت لوسي توصف سينك. He's very cool. إنه هادئ. He's tall طويل and slim ونحيف. He has got short wavy dark hair. لديه شعر أسود مموج قصير. شعر أسود مموج قصير. And his eyes وعيونه are hazel. وعيونه هازل بندقية اللون. طبعا بندقية اللون يعني لون البندق. لون البندق بتحسوا بني، ممكن تحسوا بني مايل للصفار يعني. He's quite handsome. إنه جذاب جدا. He's quite handsome. ليزي شوف شو تعليق ليزي. What's he like؟ What's he like؟ كيف يبدو؟ هنا عم تسألها عن البيرسوناليتي، عن الشخصية، عن شخصيته الداخلية. لوسي طبعا من خلال الحديث مع سينك بلشت شو استنتجت. I think أعتقد he is a bit shy. إنه خجول قليلا. طبعا لوسي بعد المقابلة مع سينك حللت شخصيته، اعتقدت انه هو من اثناء الحديث معه he is a bit shy وخجول قليلا. He's also a polite boy. إنه ولد مهذب. He's also هو أيضا a polite boy ولد مؤدب. ماريا let's go دعنا نذهب and meet Sink. دعنا نذهب ونقابل Sink. طبعا نرجع إلى can come back to this box. نعود إلى هذا الصندوق. طبعا بدنا نتحدث على أربع صفات، نكتب أربع صفات من شخصية. ممكن تكون physical appearance، ممكن تكون in his personality. طبعا الصفة الأولى شو وصفته؟ بلشت هون تصفه cool. He's very cool. tall طويل and slim ونحيف. short wavy dark hair. ممكن تكتبه هون أربع صفات هون. واحد number one two three four. yes tall slim handsome. yes عند في وجه رب ممكن تكتبه his eyes are hazel وعيونه بندقية اللون. لنكمل طبعا وصلنا للصفحة 11 page number 11. إلى الآن نكتفي بهذا القدر أعزائي الطلبة. كان معكم محمد عبد الباقي من موقع منهاجي التعليمي. See you later.